مفيش شك ان البنت في هذا الزمن مصممة على اقتحام كل المهن، حتى مهنة غسيل العربيات. داليا ومنى وهم من خريجي كلية النظم والمعلومات عاملين مشروع لغسيل العربيات في المقطم. عندنا تقرير في هذا الموضوع من عبد الرحمن ياسين، ونرجع بعد كده نتكلم على الموضوع الرئيسي النهاردة، البيت المصري في حالة طوارئ عشان أزمة الميزانية مع موسم الدراسة. طبعا ده موضوع بيشغل بال الأسرة المصرية، وخصوصا مع ارتفاع الأسعار لمستلزمات المدارس والظروف الاقتصادية. ويعني نشوف تقرير ونرجع نتحاور تاني. الفكرة ان احنا نعمل انا وصاحبتي مشروع، فكرنا في مشاريع كتير، بس يعني كانت التكلفة هتبقى عالية للمشاريع دي. قلنا ان نبتدي في حاجة جديدة محدش عملها قبل كده. جيت اتجاهنا تفكيرنا نعمل مغسلة سيارات. احنا هاويين عربيات وحابين عربيات، مهتمين بالمجال ده، مشتركين في جروبات عربيات كتير. ابتدينا ننزل السوق نشوف المعدات والاجهزة نجيبها منين. ابتدينا خطوة خطوة بقى نبتدينا نجهز المكان، نجيب الاجهزة المعدات اللي احنا نشتغل بيها، وبدأنا وفتحنا المشروع. انا ومنى من محافظتين مختلفتين، منى من الفيوم وانا من القاهرة. هي بتيجي الايام بتيجي خميس وجمعه وسبت، بتقضيه في معايا في المغسله. الايام التانية بكون انا متواجده. اول عربيه دخلت عندي كان في هبه طبعا للموضوع، كنت مش عارفه ابدا منين بالظبط، بس اللي هو انا قدها وهكمل وهثبت نفسي في الكارير ده. الشعور اللي جاي عندي جاي حاجة جديدة، عايز يجرب، عايز يشوف التاتش بتاع البنت غير الولد، مختلف عن الولد ولا لأ. رد فعل العميل بعد ما استلم العربية اداني دافع اكتر يخليني ان انا اكمل واستمر فيها، ومع انها كانت اول عربية. ما كناش خايفين من التعامل مع الجمهور، لأ يعني احنا قادرين ان احنا نتعامل. الجيران شجعونا، الناس العملاء اللي بيجوا يغسلوا بيلاقوا ان الخدمة مميزة مختلفة عن مغاسل تانية هم بيتعاملوا معاها، فده طبعا كان بيدلنا دافع وبيدلنا يعني قوة لنفسنا ان احنا لا احنا كويسين كده تمام. بنقابل برضو كومنتات حتى على الـ على الـ على النت ان في مثلا ايه الشغل ده، ما تختاروا حاجة سهلة، ليه حاطين نفسكم في الكارير ده. هو ما فيش فرق ما بين ست وراجل، الست بتثبت نفسها في اي مجال.